نعس في هذا البيت هذا خويا هنايا مع الصباح بكري مع السبعة الصباح. انا تسحب الدار ديالي اللي طاحت، تنطل من الشاجر تيبان ليا ركام، تيبان ليا شي ضباب، ضبابه تبان ليا ضبابه ضبابه، ما عرفتش من دار طايحه. مع الخرج انا نخرج ويبان ليا الدار خطابو طايحه تما. بغيت نحبس الدراري، شي دراري صغار تما جاو جاو تخلعوا الدراري الصغار، قلت لهم طلعوا تما. بقيت يطلعوا الدراري بقينا نحفروا نحفروا تما، قلبوا شكون ها هو هذا هذا منهم مع الصباح. بقيت قلت لهم سكتوا، قلت للدراري سكتوا، قلت لهم ما تهضروش، قلت للدراري ما تهضروش سكتوا. وحنا نتسنطوا، حنا نتسنطوا الضرب ديال راجل خطابو محاس محمد، سمعناه تما الضرب ديالو. عاد نقول لهم هذا راه كاين هنا الدراري، بقينا نحفروا هنا. تجبدنا هذاك السيد، جبدنا السيد نطحطح من داو السبيطار داو الانعاش. هاد المسؤوليه تنحملوها الحكومه كامله، كامله الحكومه تنعطيو هاد المسؤوليه. وحنايا مسؤوليه، راه عندي خمسات الاولاد، عندي خمسات الاولاد. هاد الاولاد تعطى الله من غيبقاو يلعبوا في الزرقاء وطيح عليه دار وهاد الشيء، راه ما كايناش الحمايه. راه عندنا الديور هنايا فيهم الميتيدي، عندهم الديور هنا فينا، عندنا الديور كاملين ديال المدينه القديمه فيهم الميتيدي البروده البروده، فيهم الديور فيهم البروده كاملين، الميتيدي ديال البحر. حنا راه جينا الشعيط ديال البحر، حنا بغينا الحكومه اللي تكلف بينا وتشوف هاد الناس. ماشي خوي عندهم سهل، هذيك خوي واقف فين غيمشي، ها هو خوي فين غيمشي، ما عندناش فين غنمشيو حنا. احنا خوينا فين غنمشيو؟ يلا مأهلين اخويا السقوط، مأهلين ماشي ما مأهلينش، ها هي بشروط. عندنا واحد الشروط اخويا، حنايا في يد الله تنعسو، في يد الله حنا تنعسو تنفيقو، تنعسو تنفيقو، تنقولو حمدتك يا ربي وشكرتك راه باقي حي. ولكن حنا دابا بين تنعسو هنا في ديورنا، راه بحال نعس بورتمون ولا نعس في يقول علاش راه النعاس اخو الموت، ما تصبح ميت ولا تصبح حي. هاد الناس يشوفوا من حالنا، مسجد المدينه ما عمرناش شنا مسجد المدينه، حنايا ما عمرناش شنا، ما تشوفوش مسجد المدينه، ما تشوفوش انتخابات، عاد تشوفوا التصاور ديالهم انتخابات. ما عندناش حنا انتخابات هنا في درب جران، حنا بغينا نشوفوا هذا الرئيس ديال مسجد البلديه، بغينا نعرفوه فينا هو، ما كاينش. ما عندناش هاد مسجد البلديه، شي واحد اللي يهضر علينا. عندنا الله سبحانه وتعالى وعندنا الملك، لا بغيتي تشوف من حالنا، راه ما عندنا حتى شي حد هنايا. هذا اللي يمشيو على شي حاجه تيقول لك سير جيب مسؤول، مسؤولين حنا راه كابرين هنا وزيدين هنا، حنا راه كابرين هنا وزيدين هنا. اخوتي كاملين تزادوا هنا، انا تزاديت هنا وعندو عندي خمسات الاولاد. الصباح هذا طاحوا الجديور فجاه على الناس، رغم انه اللي جا التقنيه كانت جات وقالت الناس باللي خصهم يحيدوا، ولكن قالت لهم حيدوا راه غتريف، ولكن راه ما كاينش البديل. راه ما يمكنش تقول الناس خرجوا في الاسر ديالهم في هذا الفصل، في هذا الحجر الصحي، في هذه الظرفيه المأزومه، وتتقول لهم خرجوا. فين يخرجوا؟ يخرجوا للزنقه، يخرجوا انك تخليهم يديروا فراشه ويديروا برارك. خاص المسؤولين ديال مقاطعه سيدي بليوط وديال عماله الدار البيضاء اونفا وحتى ديال مجلس المدينه انهم يلقاو حلول لهذه السكينه، او اننا نهدد بالاستقرار الاجتماعي ديال هذه البلاد. خاصنا نديروا واحد التعويضات ديال 4 شهور نعتقوا الناس. اي واحد بغى يتشبت بالمكان ديالو حيت هو زيد هنا وكابر هنا، وتقول لي سير وقنت واحد اخر، خاصو البديل. يقول والله ما نموت، والله ما نمشي شهيد، ولا نتشرد، ولا شي حوايج ما نبغيهاش، نموت بكرامه، احسن نموت بكرامه. وحنا عندنا ما كنشوفوا الناس كتموت بكرامه، كنجيو كنعذبوا السلطه، كنعذبوا البومبيه، كنعذبوا في هذا الشيء، فحنا في غناء عليه. ضربه استباقيه فغناء على شي ما كناش نوصلوا لشي، والدار البيضاء والمدينه القديمه والعتيقه دائما كل شتا كنشدوا قلبنا، كل شمس احنا كنشوفوا المدينه القديمه مهدده. ضربه استباقيه نعتقوا المجالس يتحملوا المسؤوليه ديالهم، هذا واجب وطني، وانا خاطر تكون مواطنه ديال كل شيء، ما تكونش الغيره، ونحيدوا ديك الانانيه الزايده. حدث هو انهيار ديال 3 المنازل مجموعه، فيها منزل آيل السقوط اللي تم الافراغ ديالو، وتم الافراغ ديالو ولكن ما وقعش الهدم ديالو،
هو اللي كيتوفر على القرار. جوج المنازل الاخرين ما فيهمش القرار، السكان ديالو الملاك ديالو بداو في الاجراءات على مستوى مقاطعه سيدي بليوط، كان المفروض اليوم تجي لجنه. نقول في مدينه الدربيضه كفى من تقديم الارواح، لانه ما غنبقاوش كنتسناو حتى كيكونوا عندنا ارواح كنتحركوا. يجب التسريع في التنقيل ديال الساكنه اللي عندهم الدور ديالهم اي للسقوط اللي هو فيها واحد العدد اللي كثير. الضحايا كاين عندنا شخص مازال، واش خرج بالليل ما خرجش، هو اللي مازال تحت الانقاذ.